هلا الشباب صاروا بدون شركة إنتاج، بهالحالة الصبحي شو رح يصير؟ يعني الحقيقة صح مريم، صاروا بلا شركة إنتاج، لكن كل واحد من بيناتهم رح يكون مع شركة إنتاج خاصة جديدة حنعرف عنها بالمستقبل. لكن اللي بقدر أقول لك إياه إنه شباب الأربعة اللي هن عادل وبي إم دي وسعيد وكاظم على تواصل مستمر. طيب انسحاب أحمد من الفريق هل رح يأثر على روح البند؟ يعني هلا الجمهور مريم بالحقيقه حبهم كفريق واحد، واكيد غياب واحد من بيناتهم رح يكون له تاثير طبعاً. بس مثل ما قال مايك يعني ممكن نرجع نشوفهم مع بعض، وممكن كمان يكون في بديل لاحمد. ممكن جدا، اصلا هم من اول ما طلعوا صبحي بتتذكر يعني طريقه حتى اختيارهم بإكس فاكتور كانت مثل طريقه اختيار وان دايركشن، يعني كان كل واحد فيهم بيغني سولو، فاقترحت اللجنه انه يجمعوا مع بعض ويكونوا بفريق اسمه ذا فايف لانه عدد هم خمسة. وكمان انسحاب أحمد ذكرنا بانسحاب زين مالك بوقتها من وان دايركشن. يعني مريم أكيد كل واحد من بيناتهم عنده طموح يحقق نجاح، أكيد في اختلافات كانت بيناتهم بالأفكار طبيعي يعني وبالمود. وبعدين ما تنسي كمان أنه كل واحد من بيناتهم عايش بلد، وهذا موضوع عن جد كتير بيصعب الشغل. وهلأ كل واحد عم بيفكر يغني لوحده، يعني مثلا أحمد وقع مؤخرا مع شركة يونيفرسال وعم يستعد لتصوير أول كليب لأغنيته السنجل الجديدة ورح يصدرها قريبا. طيب أنا تحليلي أنه لما كان في كتير إشاعات حولهم بوقتها كان كل واحد فيهم بيفكر أنه يعمل بلان بي، خاصة أنه سمعنا كان في اختلاف بوجهات النظر بينهم، فطبيعي جدا أنه كل واحد يشتغل على أغنيته الخاصة فيه. صح مريم، يعني تحليلك أقرب للصح، لأنه كمان باقي الشباب بلشوا من فترة أنه يعملوا أغاني سنجل منفردة. يعني أنا مثلا لما شفت عادل من فترة بالمغرب كان مشغول بالتحضير لعدد من الأغاني مع ملحنين وشعراء مغاربة. السلام عليكم، معكم عادل إشبيه من فريق The Five. بغيت نقول بأنه أعضاء الفريق قرروا باش يشتغلوا بشكل فردي لفترة، وإن شاء الله جميعنا أهمال مع بعضياتنا. أنا من جهتي انتظروا مني مجموعة أغاني اللي خدمت عليها هذه الفترة، كنتسنى الوقت المناسب لطرحها، وgood luck للجميع.